السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الكابتن سيد عبد الحفيظ أو سيد الحراء مدير الكرة بالنادي الأهلي، يذلنا معاه ونستعرض تصريحاته اللي قالها مع الكابتن أو الصحفي أو مقدم برنامج ملك وكتابة إبراهيم المنيسي في ظل غياب الكابتن أو المهندس عادل القيعي في رحلة خاصة مع أولاده في إيطاليا. سيد عبد الحفيظ ظهر واتكلم النهاردة بطريقة رائعة، وأعتقد بعد الكلام اللي قاله هنسمع هرب ومرج على أو من ركاب الميكروباص اللي بيطلع من 11 ل2 بالليل وبينطلق من المحور. الميكروباص بيطلع من المحور من 11 على حسب ما قال سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ بداية قبل ما اتكلم في كل التفاصيل اتكلم زي ما قلت لحضرتك عن المدير الفني، وقال المدير الفني الجديد على دراية بالنادي وبعض اللاعبين ويعرف أرقامهم وشاهد بعض المباريات وكان ليه انطباع جيد عن بعض اللاعبين أول مرة، وكان حريص جدا على معرفة كل شيء عن النادي الأهلي لأنه زي ما قلت اتفرج على بعض المباريات الخاصة النادي الأهلي وخصوصا نهائي إفريقيا اللي كان حضر النادي الأهلي مرتين، مرة قدام الوداد وخسر النادي الأهلي والترجي، مرة تانية أمام الترجي، واتكلم عن انه شاف بعض المباريات زي مباراه بيراميدز ومباريات الدوري الاخيره، مباراه الزمالك، بعض المباريات المهمه للنادي الاهلي، وشاف بعض اللاعبين واعجب بامكانيات بعض اللاعبين. فان شاء الله المدرب الجديد يكون ليه طريقته او بصمته مع الفريق. امبارح زي ما احنا ورد برضه زي ما بيقولوا قصف جبهه امير مرتضى منصور، امبارح كنا شفنا مرتضى منصور وامير مرتضى منصور لما اتكلموا عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي ريني فايلر، وقال لك ان احنا تعاقدنا معاه ب 700 او كنا عايزين نتعاقد معاه ب 700، هو طلب مليون ازاي الاهلي يجيبه مش عارف ايه، وامير مرتضى قال لك ازاي المبلغ يتضاعف من مليون ل 2 مليون يورو، مرتضى منصور الحق النائب العام واهدار مال عام ورحتوا ليه وامير كنت تقول الامير هاتوا الفلاشه. فامير مرتضى منصور اتكلم من الجمل اللي قالها، قال لك اتمنى النادي الاهلي انه يرجع لمستواه. فسيد عبد الحفيظ ما فوتش الفرصه يعني في قصف جبهه امير مرتضى منصور وعلق على الموضوع ده وقال لك في واحد طلع امبارح يقول اتمنى الاهلي يرجع لمستواه، فكرني بالمسرحيه اللي بتقول شيلوا الراجل ده من فوق الى موته، يعني معنى النادي الاهلي كسبانك في الدوري واخد منك الدوري وجاي تقول الاهلي يرجع لمستواه، طب انت حاسم مستواك، انت بتيجي على واحد كسبانك وكل ما يقابلك ضرب ضرب مفيش شتيمه ويكسبك باستمرار جاي تقول النادي الاهلي يرجع لمستواه؟ ومين اللي خسر علشان يرجع لمستواه؟ مين اللي خسر في المواجهه المباشره مع بعض؟ انت شاطر بس او بعض جماهير المنافسين كل اللي بيتكلموا فيه خسر من طب انت فين؟ خسر من صندوق طب انت فين؟ انت وريني شطارتك. يعني سيد عبد الحفيظ يسخر منهم بطريقه قال لك عامل زي المسرحيه يقول لك شيلوه من فوق الى موته، يعني يكون مطحون ضرب ويقول لك شيلوه من فوقي لموته. برضه اتكلم عن جماهير النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ وقال لك ان جماهير النادي الاهلي هي اكبر قوه للنادي، والنادي الاهلي اكتر نادي خسر الموسم بعدم او المواسم السابقه ومستواه اللائق بيه بسبب عدم وجود الجماهير الداعمه في ارض الملعب. قال لك اكبر قوه للنادي الاهلي جماهيره، لازم الجماهير تقف في ظهر ادارتها والجهاز الفني واللاعبين. شخصيه الاهلي واسلوبها وتاريخها وروحها هي اساس البطولات. كان عندي رهان اننا هناخد الدوري وايقنت ان بطوله الدوري من نصيبنا، لازم نتعامل بثبات وهدوء في المواقف الصعبه لان دي شخصيه النادي الاهلي وتاريخه بيقول كده، ومر حاجات صعبه كتير على النادي الاهلي. ده في خضم سؤال ابراهيم المنيسي للسيد عبد الحفيظ عن ليه جبت الثقه دي ان النادي الاهلي هياخد بطل او هياخد بطوله الدوري، واحنا كنا في نوفمبر الماضي يعني من اكتر تقريبا يعني قبل الدور الثاني ما يبدا، يعني قال لك شخصيه النادي الاهلي وطريقتنا واسلوبنا، ممكن النادي الاهلي في بعض الحالات ما يكونش موفق بيمر بظروف صعبه، لكن شخصيه اللاعبين والفانيلا والكلام ده كله ودعم الجماهير هو ده اللي اكد لي ان احنا هناخد الدوري لانه حاجه مش جديده يعني. برضو من ضمن الحاجات اللي سخر منها ونوع من انواع قصف الجبهات اللي انا كنت في وقت من الاوقات اتكلمت عليه وعملت فيديو مقارنه ما بين المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة في نادي الزمالك والمؤتمر الصحفي للصفقات الجديدة في نادي بني عبيد، شفنا الفرق الشاسع في التنظيم والصورة الجيدة في نادي بني عبيد، وشفنا الهرج والمرج في المؤتمر الصحفي بتاع نادي الزمالك حتى الشكل والصورة. سيد عبد الحفيظ علق على الموضوع ده قال لك ايه؟
في ناس لما بتيجي تعلن عن صفقاتها او مدير فني بيكون المؤتمر عامل زي الفراشة بتاعت الافراح، ونجيب بقى ماجد الكدواني بتاع فيلم الفرح. يعني كان هو ده طبعا، هو قال لك عامله زي الفراشه، يعني الشكل بتاعها عامل زي الفراشه اللي بيظهروا فيها. اما بالنسبه لسيد عبد الحفيظ، قال لك يعني عن سؤاله عن الدوري واحتفاليه النادي الاهلي بالدوري ووجود الجمهور في مختار التتش احتفالا بالدوري، قال لك بس اتمنى بس الدوري يوصل، اللي احنا مش عارفين شكله لحد دلوقتي ولا عارفين ميعاده انه يوصل، نتمنى يوصل وهننسق ان شاء الله مع الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي عن ازاي هيتم الاحتفال بالدوري، واتمنى ان الجمهور يكون موجود في ملعب مختار التتش. نفس الوقت اللي بيرد بقوه على الناس اللي بتهاجم النادي الاهلي بخصوص مؤمن زكريا، يقول لك بيرمي اولاده وبيرمي لاعبيه والنادي الاهلي مكبره مش عارف ايه. مؤمن زكريا عمل اتصال هاتفي مع ابراهيم المنيسي وسيد عبد الحفيظ واطمنوا عليه، وقال ان هو هيسافر يعني في نص الشهر الجاي علشان يتابع مع الدكتور، وقال للسيد عبد الحفيظ يعني يعني تابعني باستمرار والكلام ده كله. سيد عبد الحفيظ بيتابعه يعني مجرد ان يغيب عنه يوم او اتنين ما يتصلش بيه يعني يقول لك تابعني وان شاء الله، وقال لك يعني حالته الصحيه تتحسن وظروفه ويرجع تاني ان شاء الله ممكن يتأيد في شهر يناير المقبل. يعني مؤمن زكريا كان يعني بيرد وبيكذب كل الاقاويل اللي بيقولها المنافس او بيروج ليها اعلام المنافس. سيد عبد الحفيظ برضه من الكلام اللي قاله، قال لك كل الضغوط والاحداث اللي تعرضنا ليها الموسم الماضي كان لابعاد الاهلي عن الدوري، ومعاه حق يعني اخطاء فجه من التحكيم واداره وهجوم من كل مكان بتتسبب في ان ناس تمشي وناس تقعد وناس تبطل كوره وناس بسبب اخطاء فجه متعمده ضد النادي الاهلي. ده موضوع سيد عبد برضه من ضمن الكلمات اللي قالها سيد عبد الحفيظ يعني ساخرا من كلام الاعلام المنافس برضه، واستاذ قصف جبهات سيد الحراق ده، قال لك احنا في عالم افتراضي وهو بيعيش في عالم، احنا في عالم وهو بيعيش في عالم افتراضي تاني على مرتضى منصور. يعني الحقيقه بتقول اننا بنكسب على طول وممكن انت تكسبني مره، الحقيقه بتقول ان انت يعني بنكسب احنا على طول، سنه الحياه ان احنا نكسب على طول، وممكن انت تكسبني مره او مرتين ومع ذلك انت عامل راسك براسي وكل شويه تطلع تتكلم عن النادي الاهلي. برضه بالنسبه للتحكيم زي ما قلت لحضراتكم، سيد عبد الحفيظ قال مفيش مشكله في تعيين اي حكام يحبهم نادي الزمالك، لكن في نفس الوقت لا تسند مباريات للاهلي الحكام النادي الاهلي ما بيحبهم او هم ما بيحبوش النادي الاهلي، ارحمونا شويه. ده وجه كلامه للجنه الحكام نادي الزمالك، استبعد اسماء واسماء بعينها طلب انهم ما يحكموش لنادي الزمالك. فما عنديش مشكله ان الزمالك يختار الحكام اللي هو شايف ان هم ممكن يفيدوه، او ما فيش مشكله او ازمه بينهم وبين نادي الزمالك، او ما فيش يعني خصومه. في نفس الوقت ما تجيبليش انا كنادي اهلي حكام عليهم علامات استفهام بالنسبه لي. يعني اتكلم عن وليد ازارو، قال وليد ازارو يعني من الناس المهمه، هو موجود حاليا في منتخب المغرب وهيرجع لمستواه وقدم اداء جيد. برضه لو في اي عروض مبلغ مغري ممكن نتكلم في رحيل وليد ازارو، لكن في الوقت الحالي وليد ازارو مستمر معانا ومكمل زي جيرالدو زي اجاي. واتكلم برضو عن عمرو الجنايني، اتكلم عن موضوع عمرو الجنايني وتقنيه الفار. يعني لما في الحوار اللي قاله عمرو الجنايني مع عمرو اديب واتكلموا، قال لك العداله ومش العداله والتحكيم والفار، وقال لك اتمنى ان ينفذ رئيس اتحاد الكره عمرو الجنايني وعوده اللي اطلقها، لا اتخوف من جدول الدوري بل من التحكيم. ما عندناش مشكله، حط الجدول يبدا بميعاد وحط في ميعاد معروف، بطوله افريقيا هيلعبوا جمعه وسبت، حتى مباريات على ارضك او مش على ارضك ممكن تحط جدول منتظم 100%. وهو قال انه كان قدم اقتراح للجنه المسابقات عن الجدول الجديد، ومش فارق معاهم، مش فارق مع النادي الاهلي امتى مباريات او جدول المباريات، بس يكون فيها عداله، لكن قلقوا الوحيد من التحكيم المصري زي ما قلت لحضراتكم. برضو اتكلم عن مرتضى منصور وقال لك احنا بنعيش في عصر الصوت العالي والبلطجه وقله الاحترام والتقدير وسلوكيات بتتنافى مع الرياضه، وتحويل الرياضه او تحويل الرياضه من الملعب الى المحاكم وساحات جنائيه ويقول بلطجيه وده بيتاجر المخدرات، قال لك لابد ان يقابل بنفس القوه والرد اللي بيستحقه الطرف الاخر. الاهلي نادي راقي وسيبقى راقيا رغما عن اي يعني اي شخص، يعني انت هترد احنا مش هنسكت. يعني مرتضى وده اللي عجبني في سيد عبد الحفيظ زي ما بقول لحضراتكم، عنده شخصيه محترمه، عنده شخصيه متزنه، عنده شخصيه بتعرف تتكلم ازاي
وبتقول كلمات في الصميم، زي بيضرب في مقتل زي ما بيقولوا يعني. برضه من ضمن الحاجات قصف الجبهات، ودي حقيقه بقى ما تعتبرش قصف جبهه، ان النادي الاهلي قال لك سبع جزء انك من اسباب حصول النادي الاهلي على الدوري الموسم الماضي هو تمسك نادي الزمالك، او الزمالك مشي على خطى نادي بيراميدز وجاب حكام اجانب لبعض مبارياته في الدوري، وده اللي حسن النادي الاهلي او مستوى النادي الاهلي او فرص او حظوظ النادي الاهلي في الحصول على الدوري. والسبب زي ما انتم عارفين جماهير او الحكام المصريين كانوا بيجاملوا نادي الزمالك، بيحسبوا لهم ضربات جزاء مش ضربات جزاء، لعيبه المفروض تنطرد ما بتنطردش، وضرب مثل ده فرجاني ساسي في مباراه الزمالك وحرس الحدود، قال لك حسب محمد معروف حسب ضربه جزاء، او طارق سامي حسب ضربه جزاء لنادي الزمالك، والزمالك كان مغلوب 1-0 عشان الزمالك يتعادل، في نفس الوقت كان فرجاني ساسي عنده انذار، كان المفروض ياخد انذار تاني وينطرد من المباراه رغم ماسك ايد الحكم طارق سامي، الا ان طارق سامي تغاضى عن الموضوع. فقال الحكام الاجانب هم الى حد ما ادوا نادي الزمالك حقه وادوا الفرق التانيه حقها، وده اللي خلى الزمالك يفقد بعض النقاط، وده اللي ادى او حسن من فرص او حظوظ النادي الاهلي في الحصول على درع الدوري. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. وهنتابع مع حضراتكم الميكروباص، بس المحور قفل في وشهم، انتقلوا الى طريق تاني. السلام عليكم ورحمه الله.